خلف هالمناظر الخلابة قصة مهمتها تستدعي أسئلة فلسفية وروحية عميقة، وبإمكان هالأسئلة إن تغير من وجهة نظرنا للحياة. العام 2003 شهد ظهور أحد أهم الأفلام الآسيوية، وهو الفيلم الكوري ربيع صيف خريف شتاء وربيع. هالفيلم المدهش بأسلوبه وبأفكاره العميقة بيطرح قصة بسيطة بظاهرة ولكنها مشبعة بالحكمة وبالروح الفلسفية التأملية الصوفية. الأحداث بتجرى بمكان واحد، وهو معبد بوذي يقع وسط بحيرة معزولة وبيعيش فيها راهب عجوز وصبي صغير. بالبداية منتابع هالشخصين وهني عم يتنقلوا بالطبيعة الساحرة يلي بيلفها الهدوء والسكينة. 하얀 줄이 있지? 이거 먹으면은 죽는 거야. 다음부턴 이런 거 캐오면은 안 돼. 이건 먹어도 돼요? 그건 괜찮. من بعد هالمرحلة مننتقل إلى زمن آخر بيكبر فيه الصبي والعجوز، ومنا إلى زمن ثالث بتقتحم فيه فتاة جميلة هالمكان الهادئ، فبتعيش مع هالرجلين بهدف الشفاء من مرضها، ولكنها بتقضي على حس البراءة يلي كان عنوان حياتها. أما بالنهاية فيأتي الزمن الأخير، زمن التطهر من الخطيئة. هالفيلم مقسم لخمس أقسام بتمثل الدورة الكاملة لفصول السنة: الربيع، الصيف، الخريف، الشتاء، ومن ثم الربيع. وكل فصل تجاوز دلالته الوقتية ليعبر عن دلالتين: الأولى هي وصف المرحلة العمرية للبطلين، والثانية رسمت ملامح التطور الروحي للطفل الصغير يلي كبر وتعرض للإغواء والخطيئة وتمرد ثم عاد ليتطهر ويحقق الصفاء الروحي المطلق. الفيلم هو الكوري الشهير كيم كي دوك، والفيلم هو من إنتاج كوري ألماني مشترك. الفيلم مثل ما شفته هادئ جداً وشبه صامت، ولكنه مبهر بصرياً، وهذا بيرجع لمخرج هالفيلم يلي ما درس الإخراج أبداً وإنما دخل بوابة السينما عن طريق الفن التشكيلي. هالفيلم يعتبر أهم أفلام كيم كي دوك، وهو من ممكن تصنيفه بالشبه وثائقي، مع أنه القصة ما بتضم إلا عدد كتير قليل من الشخصيات وبتوقع كل الأحداث بمنطقة كتير صغيرة، إلا أنه هالفيلم بيشمل جانب واسع جداً ومدهش من التجربة الإنسانية. مريم. نعم مريم، أول شيء صباح الخير. صباح النور.
ذكرت من شوي انه هيدا الفيلم شبه وثائقي، صح. ليش؟ لانه عرض احداث واقعيه. نعم بيرت، مثل ما قلت فينا نعتبر هالفيلم شبه وثائقي لسببين. الاول انه المخرج لعب دور الراهب بمرحله الخريف واختبر بنفسه الالم. كلنا بنعرف انه الوثائقيه هي تسجيل لحقيقه بينما الدراما هي مجرد تظاهر. ثاني سبب هو انه المخرج اللي هو ذاته كاتب هالسيناريو بدا العمل بس بخمس صفحات، بعدها وعبر التامل والتفكير تكونت الفكره فباشر بالتصوير. المنتجين طلبوا قراءه سيناريو كامل، ولكن هو طبعا ما حب اتباع هالطريقه وفضل الارتجال حتى ما يحبس الاشياء باطار محدد. بالاضافه كمان لهالسببين، كل مشاهد الفيلم طبيعية وكلها حقيقية، استغرق التصوير سنة كاملة لحتى يقدروا يصوروا كل فصل بفصله أو كل فصل من فصول السنة. خلال الربيع والصيف والخريف كان فريق العمل يتنقل من وإلى المعبد بالقوارب، وأما بالشتاء كمان فكانوا فعلا يمشوا على الجليد، ولما احتاجوا لتصوير هطول الثلج استجابت الطبيعة لهم. إذا فينا نقول بكل راحة أنه هالفيلم هو شبه وثائقي. نعم. مريم، الفيلم هادئ مثل ما قلت قبل شوي، شخصياته قليلة وتصور بمكان واحد وكتير صغير. هالفيلم كأنه بيطرح أسئلة فلسفية، أي فكرة فلسفية أراد أنه يوصلها المخرج وكاتب السيناريو عبر هالفيلم؟ المخرج جوال كان كيم كيدوك، كان طوال حياته كل حياته كان يشعر بالغضب بداخله، ولحتى يفهم هالإحساس بالغضب مثلنا كلنا طبعا، لحتى يفهم هالإحساس حوله لفيلم، يعني بده يفسر هالغضب بفيلم. طرح كيم كيدوك بهالفيلم سؤال جوهري، هو شو هو الإنسان؟ ووجد الجواب بأنه الإنسان هو الطبيعة، والطبيعة بتدل عليها الفصول الأربعة، بل هي بمثابة الصدى لحياة الكائن البشري من الولادة حتى الموت. فكرة تناسخ الأرواح وفكرة الخلاص والتطهر هي اللي أراد يشرحها كيم كيدوك عبر هالفيلم. والبعض اعتبر أنه هالفيلم هو نوع من ترويج للبوذية، ولكن بالحقيقة برأيي أنا هالفيلم هو أكثر كونية. على كل أهمية هالفيلم أنه يمكن تأويله بعدة طرق مختلفة وحسب خلفيات وثقافة كل مشاهد. بالآخر كل الفلسفات وترجع بتصب بمكان واحد. نعم مزبوط. نعم، وهذا اللي بدي أقوله. نشوف لوحة، يعني كل واحد بيقريها بطريقته. صحيح جوال، صحيح. شكرا مريم، ما رح نرجع نشوفك من هلأ للأسبوع الجاي، مشان هيك من عايديك فصح وأنا مجيب. بعيدكم وبعيد الجميع. فصح مجيد عليك وعلى أهلك كمان. رح نختم مع مشهد من الفيلم. شكرا مريم.